وفي محافظة بني سويف أقامت مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيفي على مدار يومين بمشاركة 31 شركة لتوفير فرص عمل للشباب. وأشاد المشاركون بالملتقى والتيسيرات المقدمة للراغبين في العمل، مشيرين إلى تنوع الوظائف وسط تزايد عدد الشركات المشاركة. عرفناهم ايه الفرص التوظيف المتاحة في كل الشركات، واخترناهم برضو ان هم ممكن يتقدموا لكل شركة للشركات اكتر من شركة طبقا لمؤهلاتهم يعني. واتكلمنا معاهم ان هم شوية هنفضل نكلمهم على الفرص بحيث يبقوا عارفين هم هيتسكنوا فين في البارتيشن بتاعت الشركات.